عاش السودان على مدى 7 أشهر تحت إجراءات حالة الطوارئ التي أعلنت في أكتوبر الماضي، لكن الوضع الآن سيعود إلى طبيعته، إذ قرر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ في البلاد. وجاء في البيان أن السبب تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار في الفترة الانتقالية. رحبت الجبهة الثورية بهذه القرارات في أول ردة فعل، ودعت الأطراف المدنية إلى الانخراط الفوري في عملية الحوار لتجنيب البلاد عودة الشمولية وفق بيان الجبهة. شهدت فترة الطوارئ الأمنية في السودان انتهاكات عدة واحتجاجات في مدن رئيسية من بينها العاصمة الخرطوم، وقتل خلالها نحو 100 شخص وأصيب أكثر من 4000 بجروح أثناء محاولات فض المظاهرات وفق لجنة أطباء السودان. أما أبرز المطالب التي حملتها تلك الفترة فكانت تخلي الجيش عن السلطة وتسليمها للمدنيين، لكن السلطة العسكرية أكدت أنها لن تسلم البلاد إلا لإدارة منتخبة، مع التأكيد أيضا على إجراء الانتخابات في يوليو العام المقبل. ووسط هذا الانقسام يبدو أن القرار الأخير سيعطي زخما لعملية بناء الثقة بين مختلف الفرقاء السودانيين.